نحن حاليا في خيمة الغرب بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة الشارقة والخدمات الاجتماعية وحكومة الشارقة وبلدية الشارقة. نقوم بعمل فحوصات كوفيد 19 لسكان الشارقة مجانا. يكون وقت الفحص طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 7 مساء، حيث نقوم باستقبال الفاحصين من خلال بطاقة الهوية للمقيمين والمواطنين وجواز السفر بالنسبة للزائرين، وتكون الخدمة من خلال تسجيل البيانات في نظام وريد وتسجيل أرقام الهاتف، حيث يستطيع المراجع استلام النتيجة من خلال الرسائل النصية ومن خلال تطبيق الحصن. وفي حال عدم استلام النتيجة من خلال رسالة نصية وتطبيق الحصن يتم مراجعتنا وطباعة التقرير الطبي له. في حالات الإصابات الإيجابية يتم التواصل مع المصاب من خلال وزارة الصحة والطب الوقائي، وذلك لمعرفة حالة المصاب والتواصل معه، حيث إذا لم يستطيع توفير مكان للعزل يتم توفير مكان خاص له وتوفير العلاج المناسب، ويتم عمل فحوصات أخرى له بعد إتمام فترة الحجر. ويتم أيضاً عمل مسح شامل للعمال في شركات التابعة لمدينة الشارقة، بحيث يتم تسجيل بطاقات الهوية قبل يوم الفحص بيوم، وذلك لأجل تسهيل عمل دخول المراجعين. نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومتطوعي الخدمة الاجتماعية لتنظيم هذا العمل الذي يساهم في الحد من انتشار مرض الكوفيد 19.